اليوم يا شباب رجعت لكم بفيديو جديد جدا اسطوري، حرفيا هو جديد وعلي جديد، لان الشغلات اللي فيه راح تكون سوبر جديده علي في ماينكرافت. محمد جاني في ماينكرافت اليوم وبيحكي لي: تامر، انت عارف انه ممكن نصنع قريه مطوره؟ نعم نعم، قريه مطوره، قريه من الدايموند، قريه من محمد. ايوه، ايش القريه الثانيه غير الدايموند؟ الفحم. قريه من الفحم، قريه فحم، يعني كيف مش عارف. المهم هو مديني كتاب زي ما انتم شايفين، هذا الكتاب بيعلمنا كيف نسوي. من الاخر لو حبينا نسوي القريه او الشب مش عارف ايش الغرقانه هذه ولا الديزرت بيراميد، احنا كمان ممكن نصنع ديزرت بيراميد. الاهرامات اللي موجوده في الصحراء، التمبل ده صح ولا حاجه تانية؟ هو ده المعبد، احنا ممكن نصنع معبد مطور. اوكي، خلينا مبدئيا على الفيلج، على القريه. احنا ممكن نعمل قريه، وزي ما انتم شايفين هو معلمنا، يعني لازم تجيب الخشبات تحطها، طبعا انا بسميها خشب انتم تسموها كيفكم، وتجيب بلوكه من الفحم وترزعها بالنص، راح يصير في عندك قريه من الفحم. اوكي، ايش بنستنى محمد؟ ايه انت بدات بص يا محمد، كنت في الشجره هجمع خشب، تمام؟ ايوه، وبعدين هعمل البكاكس واروح اجيب فحميه يا باشا واعمل القريه الفحميه. خلاص فحميه. ايوه، بس تعالى، المشكله انه في مصيبه هنا. لما نيجي نعمل، يعني يا جدعان بصوا هنا مدينا حاجه، بصوا قريه من الدايموند، بلوك اوف دايموند، دي هتكون اصعب فقره حرفيا بالفيديو. لا، احنا لازم نجمع دايموند يا محمد، احنا لازم ننزل تحت الارض، يا رب يكون فيه ندير فين؟ ايه؟ ندير فين؟ مش ندير. طب بص، انا جمعت 8 خشبات. طيب ماشي تمام. بص يا باشا، تعال انت، احنا لسه محتاجين فحم. انت معاك، طيب معاك اسمه ايه ده؟ عمل لك بكاكس؟ انا معايا فحم. انت جبته منين؟ لقيته على جنب هنا. انا شفتها الفحمايه اللي هناك، شفتها. طب بص، هعمل واحد بكاكس ولا انت معاك بكاكس؟ معايا بكاكس، بس ما تخافش على اللي احنا هنلاقيه. استنى احلل الخشب ده، انا ناسي احلل الخشب. ما خدتش منك حاجه. بص انا هروح اجيب فحم. لقيت هنا هنا في اسمه ايه ده، لابيز ولا مش عارف اسمه ايه، السفاير ولا هو لونه ازرق. هو هو لابيز، بس ايش محتاجين؟ لا لا، لابيز اسمه ايه؟ لابيز ايه؟ طب بقول لك، مفيش كيف هنا؟ هو انت، ما انت معاك فحمه اصلا. معايا 12 فحمه. جبتهم منين دول؟ ما انا منهم. انت اوريدي خلاص جمعت الفحم منين؟ محمد، من الفحمه اللي كانت على جنبي دي. احمد ادتك 12 حبه؟ لا، هم ما كانوا 12 واحده. احنا عايزين بلوكة فحم صح؟ يعني 9 اهو. اخذت البلوكايه ودلوقتي يا باشا هصنع اول قريه من الفحم. بس انا متحمس، اقسم بالله متحمس. ازاي اشوف شكلها؟ طب قال لنا احنا هنعمل كده، طيب وكده، وهنحط الفحميه بالنص صح؟ هيقوم مدينا بويضه. انا خدت البيضه يا محمد، حطها في حته بقى كده حلوه وفاضيه. رسبنها فين؟ رسبنها رسبن هنا؟ نرسبنها هنا؟ في الميه. بجد؟ اقضي في اي حته. رسبنها هنا. 1 2 3. يا نهار ابيض، كده القريه. اوب، قريه من نظر. قوتك علينا. بص 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 بص، ده ايه ده؟ ده فحم، ده فحم، ده كل حاجه فحم. ده كول، ده اسمه ايه ده؟ نحاس صح؟ نحاس. انت بتسرق ايه؟ بتسرق ايه يا؟ نص، لقيت حاجه قدام، لقيت البيت ده فبحبه فوتا. مش راضي يفتح معايا ده، ولا هو ما بيفتحش معايا ليه؟ انت عملت ايه؟ ولا اروح اسرق بيت تاني انا. بص، محمد ما تبقاش حرامي، هجيلك والله، ما تسرقش. بص انا فرحت لقيت دايموند، مش هنزل تحت الارض ادور على دايموند يا عم. لقينا ايرون اكيد هنحتاجه. بص لقيت خبز كمان، الايرون كتير. بص 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 يا باشا، بص بص بص، خدت كل حاجه، خدت كل حاجه. خبزه معايا 64 خبزايه و8 4 دايموند.
بقول لك ايه، يمكن إيه؟ يمكن في بيت تاني. سيب ده هنفخك. سيب ده ليا محمد. سيب. ماشي هترجع هو سرقته؟ لا اثنين. يلا ماشي هاخد الايرون يمكن نحتاجه وخلاص خبز بكافي. وبعدين اجيلك افتح الباب دوار حديد. يلا بينا علشان نعمل القريه الثانيه دي. تعال نبص كده محتاجه ايه. بص القريه الثانيه محتاجه برضو خشب وبلوكت ايرون. انا معايا اوريدي بلوكت ايرون. تعال سمعت معاك خشب؟ لا معيش خشب. اروح اجيب خشب. فين في خشب؟ معك خشب؟ دلع نفسك انت يا مظبط نفسك. طب تعال بص معايا الكرافتنج راحت فين اهي. بص على طول كده كرافتنج. الو الكرافتنج راحت فين؟ كرافتنج اختفت يا عم. انا حطيتها هنا والله. لا ما سرقتها. انا لسه حاططها هنا. راحت فين؟ انا لسه حاططها هنا. بوب اهي ما هي. الله تضحك على هذا. ايه ده بسم الله. بص هحط إيه؟ كده طيب واحط بلوكيت ايرون هنا. اي ام اديني العالم التاني الفيليج التاني. اعملها جنبها ولا نعملها بعيد شويه؟ حته بعيده كده شويه عشان الاثنين ما يدخلوش بعض. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. والله متحمس اشوف دي قرية من الايرون حرفيا ورسميا. يلا بينا محمد. بجد انا متحمس اشوف القرية دي قرية بالايرون. واللي متحمس ليها اكتر بجد الدايموند. محمد هنا كويس خلاص. بجد عاوز اعرف اللي جابنا هنا ايه. خلاص هنا كويس والله هنا كويس. بص ند اهو هزر عام الحالة محمد. انا بغرق. عاوز اسال القرية. متشكرين. قرية فين؟ هي دي؟ هو البيت ده. هي دي القرية اللي انا بقالي ساعة متحمس وح. هي دي؟ بتهزر صح؟ والله بتهزر. لا بس ده بيت؟ بيت كده كحين. طب في حاجة جوه ولا؟ خش كده شوف. لقيت سمكة. ولا إيه؟ بس ده اللي انا متحمس عليه. انت عارف ده بيعمل لك ايه؟ بيخليك ما تدقش. هو ايه؟ الدرع. انا مالي مال الدرع عم. انا كنت متحمس ان انا اشوف القرية الاسطورية الايرونية. طب نشوف بتاعة الدايموند. يلا بينا. انت معك دايموند اوريدي. طب يا جدعان هنعمل دلوقتي هنا معاك الكرافتنج. معيش انا كرافتنج راحت نسيتها هناك. ايه الله عليك. بص يا باشا معاك بلوك. اديني بلوك الدايموند لو سمحت. اديني اربع خشبات اهو. حمل. ايوه عملتهم اهو. دي سليم سباون ايج. بتعمل ايه بقى؟ معرفش. هي بتاعت المدينه الايرون اكيد. تاير 3. يلا بينا. بص حرسبنا هناك الناحيه الثانيه. اوكي حرسبنا هنا. ربنا في خير. هنا هتعمل واجب. اعملها هنا. اوكي 1 2 3. ايه ده؟ فوق. شفتها؟ هنطلع لها ازاي دي؟ هنطلع ازاي؟ جيب سلم يا تعال اهو. جيب. ايه ده؟ في بلوك الدايموند يا مفتري. ما تقوليش ان كل دول انت جمعتهم من الصندوق. يا فاجر والله. بقول لك ايه؟ يا نهارك ابيض. كل دول والله نصاب. اقسم بالله نصاب. ولا فاتح كرييتيف ولا ممكن. والله اعترف يا نبوس. اعترف. ناقصني جزمه. ايه جزمه هنا؟ تعالى. ايه ده فين دي؟ هنا والله. حلوه دي. بس هي مانع بقى اصل النذر رايح كتير. ايه؟ مش بتزق ولا انا. ايه ده؟ انت عارف احنا ممكن نجيب التنين لحد عندنا. نجيبه هنا؟
يلا بينا. هنعمل سفينه، هتفي مشكله احنا نسينا الفحم. نروح نجيب فحم. خريطة الفحم كانت فين؟ ايوه نكسر خريطة الفحم، صح والله صح. اخيرا 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 بلوك لا نهائي من الكول، من الفحم. ولقيت كمان، لقيت كمان الكرياتيف بتاعتي، كرياتيف كرياتنج تيبل، مش عارف كان اسمها ايه، كرافتنج ايوه كرياتيف كرياتنج تيبل. باين ان انا فاهم جدا في ماينكرافت، صح محمد؟ انا اكلت الفحمات اللي هنا، اكلتهم حرفيا كلهم. بص بقى معايا 22 فحمه، 22 بلوكه. انت كنت جعان؟ تعالى بص، بقول لك انا بصراحه عايز اعمل البيراميد، مش عايز اعمل السفينه، فكك منها، عايز اعمل اللي هو البيراميد. بص السفينه دي مهم. ايه عايزين نعمل سفينه؟ كل واحده بتطلعنا على اللي بعدها يعني. طب يلا بينا. السفينه الاولى محتاجه بس كده، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس بتاع. يلا سيبني انا اللي هصنع، وانت بص على تامر وهو بيصنع. بص عشان انت سفينة وانا سفينة. ايه انت سفينة وانا سفينة. انا جاهز يا باشا، جاهز يا باشا اخدتها. بص اعمل سفينتي. شفت السالة معايا ديت؟ انا عندي واحدة زيها، سرقت واحدة زيها. بتعمل ايه دي؟ كده هو ايه بجد صغير الوقت مظبوط. طب ما علينا. بص رسم سفينتي هنا. اوكي هنا ينفع؟ انا ارمي سفينه، ارمي في اي حته ولا لازم جوه الميه؟ لا في اي حته هتعجبك. طب اهو كده فيها وحوش اصلا. انا نسيت اعمل فيه. سامع الصوت اللي تحت؟ الصوت اللي تحت انت نور سامع؟ اهم ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه ابو دماغ ده؟ وذر سكيلتون. فاكر انه ثلاثة منه بيرسم الوحش جامد كده صح؟ ثلاثة ايوه الوذر بوس ايوه صح؟ لما يديك دماغ كده. اقول لك ايه ده؟ الصندوق. الحاني محمد انا بموت. انت عارف ايه معاه وتقول له بموت؟ يا نهار ابيض، معيش اي حاجة اقتل فيها. انت معاك حاجة؟ الحاني انا معايا. الله عليك يا تامر، حاجتي راحت كلها عندك. ايه ده؟ انا اترسبنت في البيت بتاع الدايموند. حلو قوي. هجيلك من بيت الدايموند ده. ايه ده؟ هجيلك واحنا قريبين هجيلك. يا طب انت عارف ده بيقول لي اديني حبه ديرت هديك ستاك دايموند. يا انا عرفت انت جبت الدايموند منين. استنى يا تعال يا تعال معايا ديرت. تعال معايا ديرت. خد انت بتاخد الديرت بتاعه وتديله. شكرا يا عبيد. في حاجه مش عاوز اتنمج بيها. ماشي تمني بيه. قلبك جامد. قلبي جامد. انت فين يا ابني؟ انت فين؟ ايه نهارك اسود؟ شفتك قلبك جامد. ايه ده؟ اطلع ازاي فوق دلوقتي؟ يا نهارك ابيض. حموت. رسميا حموت. انت فين؟ انا تحت ومحشور معايا واحد زومبي. اطلع ازاي دلوقتي؟ عندك ميه؟ عندي ميه. شفتك قلبك جامد. لا يا محمد اطلع ازاي دلوقتي؟ بصوا يا جدعان، هو انا سرقت كل حاجه محمد جمعها واخدتها عندي في الانفنتوري. تمام تعال محمد هشوفهم واحده. مبدئيا هشوف الشافل ده، احفر الحاجه. استاذ كان في ارض تحتيه يا استاذ. ايه ده حلو السيف ده، ينفع. هو ايه انت حفرت لمانه حاجات حلوه قوي. عايز ايه ده؟ سكاي ذا ليميت جول ريتش. ايه ده؟ ده انا باب. ايه ده؟ ده اداني اليترا. ازاي اداني توتم واداني بليز رود 40 حبه واداني دايموند اور؟ ايه ده؟ انت معاك حاجه او بي قوي. ايه ده كله والله. ايه ده؟ طب بقول لك ايه، هنجرب الاكس. الشجرة راح فين؟ يا عيني اختفت الشجرة اصلا من قدامي. اختفت، كان في شجرة قدامي اختفت. اجرب على الغابة كلها.
ينهر ابيض ايه ده؟ انت هتك في الغابة صح؟ بقول لك ايه، اسطورة الشجرة حرفيا كله بيش بيختفي كله. بص في حاجة مضايقاك بالغابة دي عاملة لك لاج. لا ما خلاص الغابة شغال، خلاص سيب الغابة في حالك. خلاص يا باشا الغابة اختفت. طيب في عندي سيف هنا، عايز اجرب السيف. يعني عارف تجاوب السيف. الله نزلت فرخة بشوية. يلا هرمي حاجة كده، هرمي 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 ايه هرمي ايه كل حاجة حلوة. هرمي الكتاب، هرمي ده وهرمي ده وهرمي ده. الفرخة يا استاذ، الفرخة راحت فين؟ الفرخة اهي. هو انت سايب كله فرخة؟ غالي ده مديك التاج جدا قبل المطور. بجد انا ما شفتوش. انا اسف يا فرخة. انا اسف بجد. طب بقول لك ايه، انا فاضل البيكاكس ما جربتوش. تجرب ايه؟ ما ايه بلاش ده؟ البيكاكس. تعال بص، انت فين؟ تعال بص انا لسه شايفهم دول. انا بكسر الشجر بيطلع حاجات كتير. تعال بص الحق. انت شايف الحاجة دي؟ انا ما كنتش شايفهم اصلا. انا والله ما اعرف انا فين. انا عند السفينة الفحم. والله ما عارف السفينة فحم ولا سفينة ايه. انت اللي وداك عند السفن. بقول يا لك ايه، لهوي انت عملت ايه؟ انت فين؟ نموت. لا هتعمل لا براحة ما تموتش، لا الحاجة اللي معايا. لا كنت بالراحة هموت. على حاجة. حفرت الأرض. أنا ضعت خلاص، رحت فيها يا رب. انت فين؟ أنا تحت الأرض. بقول لك إيه، هجيلك ما تخافش، هجيلك عندي الحل. الشوز بتاعي فين؟ أهو أنا جاي يا باشا. هتلاقيني فوق. جاي لك يا باشا. يا نهار أبيض على الحاجات. عايز دايموند؟ إيه عندي. عايز لبز ولا مش عارف اسمه ايه؟ عندي. عايز نحاس؟ عندي. عايز شجر؟ عندي. عايز ايه؟ عايز ايه؟ قول لي بس، قول لي اهو اهو اهو. ايه؟ طب يعني، طب البي سي بتاعي؟ يا نهار ابيض. طب عايز انت بتحفر، انا اللي بقع. ليه؟ ايه يا بتاع؟ انت فين اصلا؟ انا مش شايفك. انا فوقيه. وين ازاي؟ شايف القرية اللي في الأول؟ أنا جاي لك يا جدعان. أنا بجد أول مرة أشوف الحاجات دي، أقسم بالله أسطورة. أنت يا عيني. ولا أنت بتضرب؟ أنت قد الحركة دي؟ يلا يا إيه ده، ده بيطير. قعدت في الفيديو. أنا ضربت الزومبي طار. أنت ولعت فيه. إيه ده؟ إيه؟ انت بتعمل ايه ده؟ ايه ده؟ انا بقتله؟ ايه ده؟ ما قلتش في الحفرة؟ انا كنت بالحفرة. انا شفتك اهو. انت فين؟ السلام عليكم. ازيك يا محمد؟ نزل لك طيران من السما. انا بقول نشوف معبد الصحراء ده بيقول ايه ونروح على التنين. يلا بينا. بص انا بقول كده، احنا خلصنا كده السفينه صح، المعبد في التمبل، وفي بعد كده ايه ده، رونود مش عارف ايه بورتل، وفي اللي مش عارف ايه. بصوا يا جدعان هو لسه فاضل في حاجات كتير، فلو حبيتوا المود وحابين ان احنا ننزل حاجه تانية، يعني ننزل حلقة تانية نعمل فيها حاجات تانية زي التمبل مثلا والحاجات التانية كده، في حاجات كتير أسطورية، فاكتبوا لي تحت في حد عندك بيضرب كلاكس يا محمد. فين الكلاكس ده؟ والله أنا سمعته. ما تنسوش اللايك والاشتراك، واكتبوا لي تحت لو عايزين حلقة تانية من المدة. باي باي.